الأجواء في العلمين متميزة وساحرة جدا، وطول الوقت في فعاليات مختلفة ومتميزة. دلوقتي خلونا نروح لزميلي كريم بيبرس، هنتعرف منه على آخر الفعاليات. وكريم موجود في المسرح الروماني. كريم مساء الخير، برحب بيك. تحياتي ليك يا ليلى وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. فعلا هنا من المدينة التراثية وتحديدا أمام المسرح الروماني. يمكن احنا على مدار الفترة اللي فاتت تابعنا كتير جدا من الفعاليات المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، لكن المسرح الروماني كان دايما فعاليات مميزة ومختلفة، وكان مهتم أكتر يمكن بشكل أخص كمان بوجود الطلاب. يعني رصدنا الحقيقة طوال الفترة اللي فاتت وجود دايما إقبال كبير جدا من الطلاب، الرحلات الطلابية اللي بتيجي يوميا من الجامعات المختلفة أو حتى من وزارة الشباب والرياضة أو من وزارة التعليم العالي. لكن كمان الحقيقه انه طلاب جامعه اسكندريه دايما ليهم بصمه وتواجد هنا في العالمين الجديده، طبعا اكيد نظرا لقرب المسافه، لكن كمان الحقيقه ان احنا بنشوف دايما تفاعل بينهم كبير جدا جدا على فعاليات المسرح الروماني. النهارده الحقيقه كمان انه طلاب اسكندريه فاجئونا، مش بس ان هم مشاركين في الفعاليات او مجرد جمهور، لكن النهارده كورال جامعه اسكندريه كان موجود الحقيقه في المسرح الروماني وشارك في حفل مهم جدا جدا لتكريم اوائل الثانويه العامه، وغنوا اغاني جميله جدا جدا جدا. احنا بنتكلم حوالي 50 طالب من كورال جامعه اسكندريه كانوا موجودين في المسرح الروماني النهارده، وعدد كبير جدا من الطلاب والحضور والجماهير كانوا موجودين وتفاعلوا مع الاغاني دي، وغنوا يعني اغاني جميله جدا خاصه بالطلاب، ويمكن من اهمها طبعا وحياه قلبي وافراحه. يعني بنتكلم على الحقيقه دايما فعاليات مختلفه في المسرح الروماني، لكن المسرح الروماني كمان الحقيقه على استعداد ان هو كمان يستقبل حفلات ثانيه خاصه بالطلاب وغير الطلاب. المهرجان بشكل عام الحقيقه فعاليات متوقفتش، سواء كانت الرياضيه سواء كانت يعني الثقافيه الترفيهيه، منها الثقافيه طبعا المسرح المتحرك للمسرح القومي اللي بيتحرك فيه الممشى الخاص بالعالمين الجديده لسه مستمر وبيتحرك يوميا، بالاضافه للمسرح اللي موجود في المنطقه الترفيهيه وبيستقبل المسرحيات المتنوعه، مسرحيه الشهره، مسرحيه السندباد للنجم كريم عبد العزيز، ولسه كمان احنا في انتظار الجمعه القادمه كمان هيكون في عرض خاص ومميز ايضا في هذا المسرح. لكن الحقيقه ان جزء كبير جدا من رواد المهرجان ومحبي مهرجان العالمين الجديده الحقيقه منتظر يوم الجمعه القادم، علشان واحد من اهم المهرجانات اللي هيكون موجود في اليو ارينا هو الفود فيستيفال او احتفال الطعام بشكل عام، هتكون احتفاليه جميله جدا، والحقيقه اسمها تحديدا بايتس باي ذا سي، يعني هيكون في انواع كتيره جدا من الاكل من اماكن مختلفه محليه من محافظات مختلفه من دول عالميه الحقيقه كمان هتكون موجوده بتشارك ب نكهات مختلفة من الأطعمة وأنواع وأصناف مختلفة من الأطعمة. ويمكن دايما الشعب المصري مميز أو بيحب دايما لما يجي يخرج أول حاجة بيقولها إحنا هناكل فين النهاردة أو هناكل إيه، من محبين الأكل. أكتر حاجة بنعملها في الخروجات الحقيقة هي الأكل، فحقيقة ناس كتيرة جدا منتظرة يوم الجمعة اللي جاي. هيكون كمان بجانب بايتس باي ذا سي أو احتفالية الأكل اللي موجودة هيكون في كمان حفل مهم جدا لمسار إجباري وحمزة نمرة، وهيكون في إقبال كبير جدا من فئات مختلفة، ولكن تحديدا الفئات الشبابية يمكن هي اللي بتسمع اكتر لمسار اجباري وحمزه نمره. لكن الفعاليات كمان مستمره بشكلها التقليدي العادي لكن مميزه وفريده، يعني كمان الفعاليات الهوائيه من الموتور بايك من الباراموتور عفوا والسكاي دايفنج لسه موجودين. كمان البنية التحتية في العالمين الجديدة بشكل عام خلال الفترة اللي فاتت تطورت كتير جدا جدا جدا، ومن أهم حاجات في البنية التحتية دي كانت الطرق. يعني ترتيب مصر في الطرق ارتفع بنسبة كبيرة جدا جدا وخد مراكز مرتفعة جدا خلال الخمس سنين اللي فاتوا، قعد يرتفع يرتفع يرتفع، وده خلى واحدة من أهم الفعاليات دلوقتي بتحصل الحقيقة وبيستعدوا لها هنا في العالمين الجديدة وهو موتور ويك. موتور ويك هيكون موجود فيه فعاليات خاصة بسباق السيارات، هتكون موجودة هنا في العالمين الجديدة كل أنواع السيارات وكل أنواع سباق السيارات باختلافها، سباق السرعه سباق الدريفتنج، وكمان الحقيقه ان هو اسمه موتور ويك عشان مش مقتصر بس على السيارات لكن كمان الموتوسيكلات او الدراجات الناريه والبخاريه هتكون موجوده، هيكون في سباقات خاصه ليها وهيكون في سباقات للعجل اللي بموتور، هيكون في عدد كبير جدا. والحقيقه الفعاليه دي هتستمر لمده يعني 8 ايام من 16 اغسطس لحد 24 اغسطس، دي من الفعاليات المهمه جدا، بجانب انه حقيقه كمان حضرنا اليومين اللي فاتوا ويمكن زمايلنا كان يعني التقرير الخاص والمهم جدا الجميل بتاع الدريفت
دريفتنج، يعني حتى سيارات الدريفتنج، وكان في اقبال من الدول العربيه والدول المصريه بالعربيات، ومضمار خاص موجود في مدينه العالمين الجديده للعربيات، ودي ليها نوع خاص الحقيقه من يعني الارضيه اللي بيتحركوا عليها العربيات دي. فالحقيقه انه يعني الطرق ساعدت انه عدد مختلف من الفعاليات الرياضيه وتحديدا رياضه السيارات موجوده هنا في العالمين الجديده. بالاضافه لده الحقيقه كمان انه لسه مازال الاقبال من الناس بتختلف، يعني الطلاب بيكونوا موجودين، العائلات بتيجي على الممشى السياحي بيكونوا موجودين، المسرح الروماني بيستقبل فعاليات مختلفه، الحفلات اللي موجوده في اليو ارينا، كل ده هيفضل مستمر الحقيقه لحد يوم 30/8. ودي كانت الصوره من العالمين الجديده، وبرجع لك مره ثانيه يا ريم. انا بشكرك جدا كريم بيبرس من قدام المسرح الروماني في مدينه العالمين الجديده، شكرا جزيلا ليك.